الارض ملك سيدي، ملك ومحفظه ومتيتره، محفظه ومتيتره، وهذاك الشيء بالقانون. حنا كون عرفناه معاه غيديروا معنا شي حل، يعلمونا نعرفوا راسنا شنو كنديروا، نحولوا حويجاتنا. ولا بغى لا بغاو هاد الارض الله يعاونهم. حنا ماشي ضدهم، حنا يا مع القانون يعودونا ويخليوناش حنايا هكايا. ما حنا ميتين ما حنا حيين. ما علمونا، ما جابوا لا شي وثيقه لا شي اعلان لا شي حاجه. توقفوا جاوا بالتراكسات، جوج تراكسات تيقول لك راه غادي نريبوا ليكم. باش من سبب؟ باش من سبب غادي تريبوا لينا؟ باش كاين شي حاجه، كاين شي تعويض، كاين البلاد زعما فيها شي مشروع خارج فيها شي شركه شي حاجه. حتى كنتفاجئوا بهم، جات تراكس دخلوا قلعونا. لقيت تهضر معاه تيقول لك خرجي سيري كري. باش غنكري؟ ما عندي باش نكري. كي غنقول لك البارح واحد الحاله لا يرثى لها، ولو نكون احنا اليهود ولو نكون اسرائيل، واحد الحاله لا يرثى لها. الشتا والشتا تهز الوليدات، كلشي ناس، كلشي كي كيدير العمود كاين اللي داير الميكا، راه العالم بيسري، راه دور على قدو بيتين من تحت الميكا. عرفتي الوليدات تيقرا ولا الماء لا الكهرباء لا حتى شي حاجه، مشردين. هذا هو التشرد بعيني. حنا كنطالبوا من سيدنا الله يطول لنا ليه في عمره، الله ينسر سيدنا ويخلي له وليداته، يديروا معنا شي حل، يواجهونا غير بشي حاجه، غير يواجهونا غير بشي حاجه، غير يستقبلونا غير بشي حاجه، غير بشي كلمه يجي شي مسؤول يقولوا لنا شنو اشنو. باش لاش هذا الحل؟ كنطالبوا ببلانا، ونطالبوا بالرخصه، ونطالبوا حتى حنا بالوداديه، حتى حنا بغينا نتنقاو، حتى حنا بغينا نتقدموا، حتى حنا بغينا المدارس، بغينا السبيطارات. حنا ماشي شعب، حنا خويا ماشي شعب، راه شعب. هاد البقعه هادي ملك، ماشي سلاليه وماشي جموع وماشي تراميل الملك الغير. هادي ملك شاريها برزقي وجالسه فيها، عمر شي واحد ما جاني لا الا السلطات. كتجي تتهدم على اساس العشوائي، والعشوائي حتى حنا ما بقيناش باغينه، ولكن ما عندناش بديل ليه. كنطالبوا بالترخيص، كنمشيو نجريو على الترخيص، ما كيعطيوناش، كيطلعوا لنا عقالات، كيديروا لنا تيديروا لنا العقده في المنشار. لا ترخيص ولا تجهيز. كنبنيو ويطيحوا لنا ويشردوا لنا وليداتنا ويشردوا هاد عباد الله. هذا واش عوض الله؟ انا غادا السبيطار نسواني على صحتي، تنجي القمويحي اللي طاح، جيران كلشي طيح. رحنا ناس هنا فقراء، ويلاه مدابزين مع الوقت ومدابزين مع الزمان. بالنسبه للواحد اللي عنده سكن قار، راه ما يجيش لهاد البلاد هادي ويسكن فيها. حتى واحد ما كيبغي يعاشر طوبات، حتى واحد ما كيبغي يعاشر الحناش، حتى واحد ما كيبغي يعاشر الحشرات. ورغم ذلك كنا مستورين، واليوم تعرينا، تعرينا وتعرينا في زمن كورونا، وحرام وراه عيب. ما علموناش. انا اللي كنهضر معاك، ولدي خرج مع السبعه، رجع مع السبعه الصباح من العسه، رجع باش ينعس، لقاوه هدموا ليه المحل قالوطه، بيت في السمره، وجا لقى التراب قدامه. فين غينعس هاد الولد؟ فين غيرتاح هاد الولد؟ كيفاش هاد الولد ما غيدمرش؟ راه كورونا قالك تخبيو، تخزنو، عقمو، باش هاد الناس فين رماهم؟ يعقمو بالتراب، يعقمو بالوسخ، يعقمو بالميكروب، الطوبة كتدخل عليهم، الكلاب مزرابين، البرغوت، القراد، راه منكر، راه منكر هذا. حنا كنطالبو يعطونا الرخص، يعطونا البنيو في القاعي ديالنا. ورا سيدنا ما قالش ليش شرد شعبك، قالوا لهم لا خدموا غير القانون، والقانون الملك راه ما كيقولش لهم هزوا بنادم ورميوه. الملك كيقول لهم ديروا معاهم حوار، وجلسوا معاهم، وطلبوا داكشي اللي ضارهم. حتى لا ما بغاوش الهدم، ما عمره غيقولوا لهم. حاشا واش الملك ديالنا كيقول الهدم، حاشا واش الملك ديالنا كيرمي الشعب ديالو. حنا شري قطعة أرضية بيضاء ملك، وتعسفت أن السلطة وطيحت لنا المحلات ديالنا فوق الريوس ديالنا. ما علمونا، ما عاد سابقين دار، ما والو. تنعيشوا بحالة تشرد، تشرد بالالوان ديالها، بجميع الصفات اللي واعره، الشتا، حشرات، الحناش، الدواء، بزاف ديال الحوايج. ما قالوا لنا لا غادي تحولوا ولا غنعطيكم مقابل ولا شي حاجه، ما كاين حتى شي واحد اللي شي من جهه اللي درسنا، ما كاينش. الناس ما معلومين ما حتى شي حاجه، حتى هذا الشيء كامل ديالهم راب. كيف ما كتشوفوا الناس كلشي متضررين، الناس كلشي يعني خارجين الزنقه، ما كاين لا وقايه، ما كاين لا حتى شي حاجه.
كتشوف بعض الوليدات مرادين كيكحبوا ما عرفنا فيهم كورونا، ما عرفنا واش ميكروب، ما عرفنا حتى شي حاجه، كيقولوا التزموا بالبيوت ديالكم، ما كاين لا بيوت لا حتى شي حاجه. الدوله اللي كتقول لكم التزموا بالبيوت ديالكم وديروا الوقايه وديروا التعقيم، ما كاين لا تعقيم لا حتى شي حاجه. كلشي الناس هدموا لهم البيوت ديالهم، كيف ما كتشوفوا البارح راه بايت الشتا، يعني غير نهار واحد باش كاين الشتا الناس تدمرت. الا هاد الشتا شدات واحد المده غير ديال السيمانه، الناس راه غتولي يعني حاله لا يرثى لها. حنا كنطلبوا من المسؤولين اللي داروا هاد الشيء، واش ما عندهمش وليداتهم ولا هما وليداتهم ناعسين فوق الناموس السياسي مدفين، وليدات المواطنين الضعفاء ناعسين تحت الوسخ مع الطوبات. هذا راه كنسميه انا ظلم في حق المواطن، وانا كناشد تناشد سيدنا صاحب الجلاله الله ينصره. يعني حنا هاد الشيء هذا راه ما بغيناش. الا كانت هاد الارض بغاتها الدوله فوق راسنا، ولكن يعطوا تعويض لهاد الناس الدراوج. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.